أستاذ عماد، يعني أين نحن الآن؟ لماذا لا يقبل أو لم يقبل ترامب بالهزيمة، وحتى منذ لحظات قليلة كان مستمر في الهجوم على الإعلام وقال أن هذه الانتخابات لا يمكن أن يعلن نتيجتها الإعلام الضعيف، ثم قال قبلها أنهم سرقونا ونحن لن نقبل بالسرقة. لماذا لم يقبل ترامب بالهزيمة؟ هنا نحن نتحدث مش عن موقف سياسي أو موقف له تداعيات سياسية، نحن نتحدث عن تركيبة سيكولوجية لرجل ورث الشركات عن أبيه ووصل إلى الحكم وتعامل مع هذا الحكم كأنه إرث يستطيع أن يفعل فيه ما يشاء. لما ترجعي إلى كتاب ستيف بايدن اللي هو بيتكلم فيه عن شخصية ترامب، هو يتحدث عن شخصية هوائية منفلتة غير منضبطة. لما ترجعي لعدة جلسات استماع اتعملت في قضية روسيا والعلاقة مع روسيا، لما استجوبوا كبار مستشاري فقيل لهم انه الرئيس لا ينظر الى صحيح القانون او الدستور ولكن يتصرف بشكل هوائي، وحينما طلب منه الا يقول او يدعو الناس الى المشاركه والتصويت في انتخابات بشكل عام قبل هذه الانتخابات، فقالوا له انت سجلك في 36 انتخاب طول حياتك ما رحتش غير مره واحده، فقال لهم هو الكلام ده بيبقى موجود فين؟ قالوا له ده بيبقى في الاركايف المحفوظة. قال لهم مش دي جهة حكومية؟ قالوا له آه. قال لهم ما نقدرش نتحكم فيها ونمسحها. فهو يتصرف وهو لا يدرك أن هذه جريمة فيدرالية، tampering with official documents، التعامل فيها مشكلة. الجانب النفسي هنا وتركيبة الشخصية هو عنصر أساسي في فهم لماذا يفعل ترامب هذا الموضوع. هو لا يمكن له ألا أن يكون الطفل المدلل الفائز، فكرة الهزيمة دي مش ممكن. ده سبب نفسي. في سبب تاني، ده تحليلي أنا اللي يحتمل الخطأ، بس أنا عشان قريت كتابه 4 مرات اللي هو The Art of the Deal، هو بيقول لك لا تعطي شيء، شارح القصة دي، لا تعطي شيء أو لا تتنازل عن شيء حتى لو هزمت فيه إلا لما تاخد مقابل. دلوقتي هذا الرجل وابنه وبنته وجوز بنته كوشنر عندهم كمية إشكاليات قانونية كان اللي نفعهم فيها فكرة الحصانة. التاريخ الأمريكي في مثل هذه الإشكاليات يتحدث عن حاجتين، عن وسيط يذهب إلى المسؤول ويحدثه أو يخبره بأنه حان الوقت للرحيل، وأهم نصيحة تشوفيها في كتاب كيسنجر مذكراته لما ذهب إلى نيكسون قبل تقديم استقالته فوتر جيت، قال له مستر بريزنت سيد الرئيس انه التصويت سيصدر بعد اليوم التالي على انك انت رئيس معزول، فادخل التاريخ على انك مستقيل مش على انك معزول. وانا بنصحك كصديق وليس كواحد يعمل معك. دلوقتي بيفكروا، زقوا عليه كوشنر يقول له تنازل، ما تنازلش، بيفكروا يكلموا ديك تشيني لان ديك تشيني هو الأب الروحي للحزب الجمهوري ويمين اليمين داخل الحزب الجمهوري. ممكن يكون الديل أنه أنا مستعد أن أنا تكونس وأتوقف وأقول أن أنا قبلت هذا الأمر من أجل الصالح العام مقابل تسوية ما يتم عملها في الدهاليز والأروقة، والأمريكان شاطرين جدا في هذا الموضوع مقابل عدم التعرض له بشكل قضائي هو والمقربين منه من أسرته. ده قراءتين، قراءة نفسية وقراءة مافياوية، بس هو في حقيقة الأمر الاثنين موجودين. موقف الحزب الجمهوري إيه؟ هل الحزب الجمهوري بدأ يتخلى عن ترامب ولا لسه؟ يعني بنسمع تصريحات من لينزي جرام بيقول لك لا لسه في قضايا وفي طعون وغير مقبول ان الاعلام هو الذي يعلن، بينما بتسمع مثلا انه بوش بيكلم بايدن، بوش الابن طبعا بيكلم بايدن يهنيه. فموقف الحزب، توقعاتك موقف الحزب الجمهوري هيكون ايه؟ الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب يحصد الآن ما جناه من 4 سنوات من تجاهل قيادة الحزب، من العمل منفردا، من السياسة الهوجاء، من المسائل الانفعالية، من العمل الفردي. هو أكثر رئيس في تاريخ فترته الأولى أو حتى في عامه الأول اللي قدموا ناس استقالتهم أو قام بفصلهم من العمل. هو شخص فردي يتصرف بتلقائية وعنفوان لا علاقة له بصحيح القانون أو بالدستور أو بالاستعانة بفريق المستشارين. فنحن نتحدث عن رجل دمر فكرة التيم ورك بتاع الحزب. يكفي خطأه الأعظم، وهذا لا مبرر له، لأنه هو جاله كده إلهام أو انتويشن أو وجهة نظره أنه أجبر كل مساعدينه وفرض على أنصاره وقال لهم لا تذهبوا إلا يوم التصويت ولا تصوتوا إلا بالبريد. لو تلاحظي أنه في كمية ناس كتير أكبر من 45 سنة، معظم جمهور الحزب التيار الجمهوري هو من فوق 45 سنة، من الرجال، من البيض، من ولايات الجنوب، من بعض الولايات اللي هي تقليديا جمهورية. هو حكم عليهم بعدم التصويت بالبريد وبالذهاب. الذهاب إلى اللجان في ظل وباء كورونا، خاصة أنه كان الأسبوع بتاع الانتخابات ما قبل الانتخابات والانتخابات ارتفع من 82 ل 92 ل 98 وعدى 100 من يومين.